عليكم مرحبا بكم في فيديو جديد. هذا النهار غادي نتكلم لكم على كيفاش توصل للطوندونس، كيفاش ندير الملايين ديال المشاهدات. المهم دخلت اليوتيوب تنشوف الناس اللي في طوندونس، الناس اللي دايرين الملايين ديال المشاهدات، باش نقتدي بهم حتى انايا وباش نمشي على المنوال ديالهم. دخلت القناة ديال واحد سيدة مشهورة، المهم قالوا ليها كيفاش توصلتي للطوندونس وكيفاش حتى تشهرتي وكيفاش هذا. قالت ليهم دمرت انتوما. المهم مشيت حتى انا ودمرت، ماشي غير دمرت، دمرت. ما تنعشي الليل وسير اخدم على الجروبات ودير هنا ودير هنا ودير هنا، ما وصلت شيء، ما عرفتش. قالت لك دمرت واخا هكاك ما وصلتش، ما درت شيء، ما عطا شيء لله. ايوا قلت مع راسي هادي الميطوط ديالها ما خدامه شيء، راه نقلب على شي وحده اخرى. مشيت دخلت عاوتاني وحده تبارك الله دايره الملايين ديال المشاهدات وداكشي. ايوا قلت انا هذه هي اللي غادي نتبع، وهذه هي اللي غادي نشوف الطريقه ديالها، وهذه هي اللي غادي نتبعها. مشيت دخلت القناه ديالها تنتفرج فيها باش نشوف شنو تدير، باش حتى انايا نمشي على الطريقه ديالها. دخلت نشوف كيفاش تدارت المليون مشاهده وكيفاش وصلت المليون ديال لي زابوني. دخلت يا سيدي يا لالا، قالت لك نعست في الليل الصباح نادت عيطت لاختها، قالت ليها راكي طلعتي في طوندونس، راكي درتي المليون. مشيت حتى انا ضربتها بواحد النعسة، نعس في الصباح مني نط مشيت عيطت لاختي، قالت قول لي راكي طلعتي في طوندونس، ما قالت ليش، وزعما نعس ولكن ما طلعتش في طوندونس، ما عرفتش علاش. نعس ولكن في الصباح مني نط ما قالت ليش خطي وين طلعت في طوندونس. وكيفاش دار؟ وش هذا؟ مش الحماق،